لكن امتى نسيت بقى؟ قلت الله يخرب بيت العلم، لغة الجسد ولا البتاع، بيحصل وايه، طبيعي. وفقدت اعصابك والبتاع وايه، وقربت يعني تخرج من شعورك بسبب لاعب او بسبب جمهور. حصل ده معاك؟ انا هقول لحضرتك على حاجه يا دكتور، ودي مفاجاه. انا ما فيش مباراه لعبتها وتاثرت باي شيء حوالين مني، من هتاف جماهيري ومن لدرجه ان انا قلت مره، وبعض الناس طلعت يعني علقت عليا في الاعلام، قلت انا قادر على اداره لقاء الاهلي والزمالك. انت يعني مش خايف من اداره هذا ال... وانا ما عنديش يعني ما عنديش عاطفه من ناحيه اي حد. طب اقول لك على اتهام دايما بيرتبط بفهيم عمر ويرتبط بجمال الغندور. ايه هو؟ ان انتوا ساعات بتمثلوا. انا ما بمثلش. لا يعني مش بتمثلوا، ده داخل الملعب بمعنى ولا خارج الملعب؟ بتمثل، لا داخل الملعب، داخل ال 90 دقيقه، اللي هو ايه، ان انتوا يعني عارف المخرج اللي معترف ان نجوم الفيلم هم النجوم، بس في مخرجين بيحب ان هو يبقى هو النجم، فيعمل اي حاجه ان هو يبقى هو النجم، يبقى الاضواء وفي حكم مباراه عليه. هو شايف انه بيدير 22 لعيب منهم نجوم كبار جدا، بس هو هيطلع من هذه المباراه هو النجم وليس اللعيبه، وده اتقال على كابتن جمال الغندور في بعض الاوقات، وبيتقال على فهيم عمر في بعض الاوقات. هو انت ساعات تطرد وساعات تاخد قرارات بحركات مسرحيه عشان تبقى انت النجم. هو الناس بتفسرها بكده. ما انا فرصه وانا قاعد قدامك. كويس ان حضرتك قلت السؤال ده، السؤال ده مهم جدا. الناس بتفكرها بكده، بتفسرها بكده، انما انا بطبق القانون، فعشان دماغي ما فيهاش اي تفكير، ما عنديش انت اي، مش قاصد اي حاجه، انا مش قاصد اي حاجه، مش في دماغك سيناريو. لا 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 لا، ولا في دماغي سيناريو. الدليل ان انا في محاضرتي للحكام ان احنا مش عايزين نبحث عن دور في المباراة، خلينا نفكر في الثانية اللي احنا فيها. لا نفكر في ثانية قبلها، لا في قرار قبل ولا نفكر في قرار بعد. بس اي نفسية ممكن تفكر ان هي تاخد الضوء او تسلط الاضواء عليها برضو؟ اكيد لا، هو برضو انا بعتبر ان الاخطاء، ان الاخطاء الصعبة والمؤثرة في المباريات وبيتاخد فيها قرار، انا بعتبره ده رزق من ربنا سبحانه وتعالى، انه بيبتدي يبين الفرق. ما هو كل الحكام مش زي بعض، في فروقات فرديه بين البشر طبعا. هو يمكن احنا اتكلمنا في نقطه كمان، قلت لحضرتك الناس مش هيشوفوا الحاجه الصح، لان الطبيعي ان حضرتك تعمل الصح، هيشوفوا الحاجه الغلط. هو تملي الحكم الشخصيه التي تحب ان تكره، فاذا اعد الاغضب نص الحاضرين لما يكون هناك قرار صعب وجريء على نادي، جمهوره بيزعل وادارته بتزعل، انما التاني بيبقى فرحان. طب قول لي حالتك النفسيه في البيت او في الشغل جميله، ما بتخلكش في مره رايح حكم مباراه وتبقى حالف لو تطرد حد النهارده؟ لا لا لا، انا لما بكون رايح العب مباراه ببقى مستمتع جدا ان انا رايح ادير مباراه، ويا اللي الاستاذه قالت لي عليه، انت بتعمل ايه قبل المباراه؟ انا تملي بجيب الشرايط اللي انا لعبتها والمباريات اللي انا لعبتها الجميله قوي. حضرتك كنت دفاع؟ واحب اقعد اتفرج عليها. حضرتك لو لعيب كوره تبقى لا دفاع؟ لا، انا كنت لعيب نص ملعب. المباريات اللي انا حكمتها لعيب اي كلام ولا لعيب جامد؟ لا الحمد لله. بس حضرتك ليه في الدفاع قوي؟ لان حضرتك شخصيه دفاعيه، تحب تدافع قبل ما تاخد الكلام. الملعب وكنت بلعب هاف ديفندر. فبجيب المباريات اللي انا قدرتها تحكيميا، والاعلام كله اتكلم عليا فيها والدنيا اتكلمت عليا فيها، فبقعد اتفرج واتفرج على التحليلات وابقى مستمتع واعمل ريفيرس. طب اسالي بسرعه عشان انا عندي سؤال مهم. لما الحكم يصفر بعد ما الناس تقف حيطه، انا الموقف ده مستغرباه. تمام. يعني معلش انا كنت بسال سؤال، مش ده دي حاجه غريبه ولا ايه؟ ان الناس توقف وقفوا الحيطه وكله وخلاص، بين الحكم دي ما صفرش قبل لا، لان الركلات الحره مع حضرتك، عشان انت بتتكلمي عن بس انا كمشاهد، انا بسال كمشاهد. لكن القانون بيقول ان لازم اللاعبين في الركلات الحره المباشره وغير المباشره يبقى بعيد عن الكره باقل مش اقل من 10. لا صفر بنهايه المباراه، كان ده كان في نهايه المباراه. لا بيصفر بنهايه المباراه. انت حضرتك عايزه تجيبي سؤال لمباراه ليا في ان انا قدرت وصفرت؟ اصل انا لما جيت انا قبل ما اقابل حد بحب ابقى اخد فكره، فلما جيت قريت عن الموقف ده فاستغربت وقلت اسال حضرتك فيه. الحكم لما بيصفر بنهايه المباراه لما المباراه بينتهي وقتها. الحكم اعلن. بس لا، في ايده ممكن يزود دقيقتين. لا لما يكون ضاع وقت مش ده وقت تقديري للحكم. ما هو وقت تقديري الحكم اعلن الوقت الضايع، والوقت الضايع انتهى.
فخلاص طالما انتهى ما استناش خالص. طب انا عايز الحاله الوحيده اللي الحكم يستنى فيها ضربه الجزاء، ركله الجزاء في الوقت الممتد للمباراه. الحكم امتى ده سؤال، امتى يمد الحكم وقت المباراه؟ لما يحتسب ركله جزاء في الزفير الاخير من المباراه، هنا الحكم يمد لازم الوقت. يستنى لازم يستنى في ركله الجزاء فقط لا غير. طب لازم تجاوبني على السؤال ده، بس جاوبه بصراحه. تمام. لو انا دلوقتي كابتن محمد حسام، تمام، وجاي بقول لك كابتن فهيم انا جايب الاستاذه رغده او الاستاذ محمود او الاستاذ شاكر هيديك كورس في العلم مهارات التواصل ولغه الجسد وهيخليك حكم جامد جدا، فانت مش ممكن تقول لي مش انت ممكن تقول لي انا عايز فلوسي، انا لا عايز لا لغه جسد ولا عايز لغه حركه ولا انا عايز فلوسي، عايز مستحقاتي، انه اهم عندك؟ لا انا اهم حاجه عندي العلم. انت مش عايز فلوس يعني؟ لا عايز فلوس، بس العلم اهم من الفلوس، لان العلم هو اللي هيجيب الفلوس. ما هو انت ما بتاخدش فلوس. احب ازعلك ان اعتقد ان النهارده في شيكات مضت. والله العظيم. طب ده خبر جميل. وشي حلو عليكم. ده خبر جميل. في شيكات مضت يعني في حكام بداوا يعني هيصرفوا بدلات ان شاء الله. حكام الدوري الممتاز ولا لسه؟ حكام الدوري الممتاز اتمضت شيكاتهم النهارده. والله ابتسامة اللي على وشك بتقول انت واحد من اللي هيقبضوا، فده شيء جميل يعني. يعني المهم انا اعتقد ان احنا سعيدنا جدا بهذا الحوار. ربنا يخليك. وعلى الاقل حاولنا نختلف عن القضايا التقليديه المطروحه. وانا بشكر كابتن فهيم عمر الحكم الدولي الكبير جدا. انا سعيد ان بوجودي معاك يا دكتور ياسر، لانك واحد بحق يعني بامانه وبدون نفاق واحد من افضل الاعلاميين اللي الواحد بيحبهم ويرتاح لهم. دي شهاده من الحكم، يعني اشكرك عليها. وبشكر الاستاذه رغده السعيد مدربه المهارات البشريه، واعتقد ان انت مع انا قلتها في اول التقديم وانت اعتذرتي عنها، لكن انا بقول انت الرائده في هذا المجال، وانا مصمم على كلامي ومعتز بيه. يا رب ابقى رائده لحد بقى، يعني يا رب ابقى رائده لحد، يعني يبقى في تفاعل او في تفعيل للكلام ده. هو اهم حاجه انه الناس رائده تبتدي نفسي دلوقتي. الناس تبتدي تقتنع بانه لغه الجسد ده علم، ما هو لانه في اصل كلمه جسد في حد ذاتها، انا اسف في هذا التعبير، الناس بتاخدها على انها في مسائل اخلاقيه او مسائل، لكن ده كلمه الجسد ثقافه العامه. 55% من الرساله هو ده اللي بيوصلها الجسد. هو اللي بيوصلها. فالمساله انه الجسد لغه الجسد دي بقت علم حقيقي وثقافه حقيقيه، وهتفرق معانا كلنا في الشارع، في البيت، في الكوره، في الجمهور، اعتقد حتى المدرب، وازاي يتعامل مع لعيبته واللعيب يتعامل مع زمايله والنجم مع جمهوره. يعني انا عايزك تفضلي يعني مقاتله. لا مقاتله، انا بدات الموضوع ده من 2009 اخر 2009. مفيش مشكله لسه الحمد لله، لانه الطريق يعني طويل جدا يعني. وشاق جدا. انا بشكرك يا استاذ غزه، بشكرك كابتن فهيم. شكرا دكتور. ودي كانت نهايه حلقتنا النهارده، ونراكم يوم السبت ان شاء الله في حلقه جديده بقضايا وحكايات جديده. فانتظروا.